مبادرة لازم تتفهم إن مين المستفيد منها؟ المستفيد منها هو المواطن المصري ذو الدخل المتوسط، الفئة المتوسطة. فبالتالي هذا العميل المتوسط اللي بعد الديفالويشن كان عنده أزمة في قدرته على السداد، الوحدة موجودة وهو جد في شراها لكن مش قادر يدفع الأقساط، بالتمويل على 20 سنة بفايدة 10% متناقصة هتبقى حل سحري بالنسبة له، لأنها هتبقى زي القيمة الإيجارية، فبالتالي هتدي رغبة وآلية كبيرة جدا في أن الناس تتمكن من شراء هذه الوحدات. ده رقم واحد. رقم اتنين، هتحفز على الاستثمار، لأن المستثمر والمطور العقاري لما بيلاقي ان هو بينتج وحدات قدرات الناس مش قادر عليها بيضطر يطول مدة السداد. تطويل مدة السداد هو اضعاف الاستثمار، لانه بدل ما بيعمل المشروع في 3-4 سنين يخش على غيره هيضطر يستنى 6-7 سنين لغايه لما يحصل فلوسه. المبادره دي بتشيل العبء من على المطور، فبقى في دلوقتي وسيله ان المشتري يقدر يمول وحدته مباشره عن من خلال الجهه التمويليه. ده هيشيل عبء على المطور، هيخلي السوق يبقى أكتر نشاطاً، يقدر ياخد الموارد دي ويقدر يشتري بيها أو يبتدي يعمل فيها مشاريع جديدة، وفي نفس الوقت الجهة التمويلية شغالة وبتسهل أو بتشيل العبء من على المواطن اللي هو بيشتري الوحدة. القطاع العقاري خد 50 مليار، لكن خلي بالك كل المبادرات التانية دي بتأثر على القطاع العقاري، لأنه أنت لما تعوم شركة وتجيب عمالة تشتغل والعمالة دي عندها دخل وإيراد هتروح تشتري عقار. التمويل العقار للشركات المتوسطة ده برضو عمل جيد جدا عشان نشجع الناس انها تبدأ تاخد عقار وتقسطه على مدة طويلة وتدعم سعر الفايدة فيه عشان تتيح الفرصة دي لمزيد من الشباب. هتعمل تنشيط كبير جدا للسوق، وده اللي كان واضح لنا من المبادرات السابقة. والسوق ايا كان مستوى الاسكان اللي فيه، لما بيحصل رواج للاسكان الفاخر بيحرك مع جميع أنواع الإسكان الأخرى، والعكس بالعكس. فإحنا متوقعين خير، وهي مبادرة يشكر عليها كل من قاموا بها. المبادرة دي جاية في وقتها كخطوة أولى، وأنا بقول إنها خطوة أولى في سبيل إن التمويل العقاري يلعب دوره في السوق جنب المطور العقاري. المبادرة بتخاطب الوحدات لغاية مساحة 150 متر بفايدة 10% متناقصة. أنا أتمنى إن أنا أشوف أكتر من كده، عشان كده بقول المبادرة دي خطوة أولى. أتمنى إن المبادرة تكون لكل التطوير العقاري بكل شرايحه بكل وحداته، باعتبار إن التمويل العقاري منتج مكمل للتطوير العقاري. نتمنى إنها تعود بالخير، لأن الحقيقة اللي قائم بموضوع التمويل حاليا هم المطورين العقاريين، وده بيعمل عبء على المطورين وبالتالي بيؤدي لتباطؤ الأعمال. فممكن النهاردة المطور اللي ممكن يعمل 3-4 مشاريع في سبان 10 سنين بيضطر يعمل مشروعين أو مشروع واحد نتيجة للتمويلات الكبيرة اللي بيديها للمستهلك الحقيقة. فطبعا قيام البنك المركزي بهذه المبادرة شيء جيد جدا. المبادرة أنا من وجهة نظري هيكون تأثيرها إيجابي جدا على السوق العقاري. النهاردة السوق المصري بيعاني من قلة دخل الفرد. النهاردة المبادرة دي هتعلي القدرة الشرائية عند راغبي شراء الوحدة السكنية. النهاردة احنا في طلب سنوي بيدخل السوق 500,000 وحدة سنويا تقريبا. اللي السوق بيشتغل فيه ما بين حكومة وقطاع خاص كل الوحدات بتعمل 300، فما زال في عجز متراكم كل سنة بيدخل السوق. المبادرة ده هي يمكن هتساعد هتقوي القدرة الشرائية عند الفئة المتوسطة أو فوق المتوسط، بحيث ان هو يستطيع ياخد الوحدة السكنية عشان ان هو يقدر بيبدأ بيه حياته بيها.